عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام اجتماعا وقرر المجلس الآتي: أولا، مراجعة مدونة السلوك المهني لغويا. ثانيا، عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية في يوم 20 من ديسمبر الجاري للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكترونية. ثالثاً، مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية. رابعاً، الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد ويؤكد بأن المحاماة رسالة سامية. نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة يؤدون واجب العزاء في والد الأستاذ أحمد الزمار وكيل نقابة محامي جنوب الشرقية. جريدة الجمهورية والأخبار ينشران قرار دعوة الجمعية العمومية للمحامين للإنعقاد في يوم 20 من ديسمبر الجاري. نقابة المحامين تفتتح المعرض السنوي للكتب القانونية يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري. معهد محاماة القاهرة الكبرى يمنح الدارسين في الدورة السادسة إجازة بدأت من تاريخ 6 من ديسمبر وتنتهي بتاريخ 13 من ديسمبر الجاري. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 108 ملفات تمهيداً لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها. لجنة الشباب توفر كتاب الجامع في التشريعات المصرية بجميع النقابات الفرعية.